حبينا معناها نرجع لسكة الانتصارات. مالوريزمون ما نجمناش اليوم، جاء منافس معناها وقف مليح قدامنا، عرف يسكر منافذ، لكن المشكلة بالنسبة لنا احنا مالجري اللي خلقنا فرص ما جسمناش حاجة أخرى، ما لقيناش معناها الريتم ولا انتونسيتي دو جو اللي كنا نعملوا فيها قبل التريف. ممكن بالنسبة لي أنا كيما تحدث سي با فاسيل باش تحضر معناها روتور تاع شامبيونا، ناقص 12 لاعب بين ليزانترناسيونو بين لي جوار إترونجي، لكن هذا كل ما يخليناش معناها نقبلوا معناها أننا نتعثروا أدوميسيل. يلزم الفرق الكبيرة تعرف تتصرف تعرف تتعامل. مالوريزمون كور اون فوا معناها عثرة اليوم، ما يلزمناش معناها نهبطوا يدينا. دوزيام بلاس باش تلعب حتى آخر جورني، تصور معناها جماعة برشا جماعات كونسيرني، يلزمنا معناها نردوا بينا نعاودوا نخدموا لأرواحنا. فما ملاعبية معناها دخلوا جدد مازالوا ما لقاوش معناها لي روبير نتاعهم، ما دخلوش معناها في لي زوتوماتيزم نتاعنا. ان شاء الله دي سي معناها المباريات الجايه اوموا نرجعوا لسكه الانتصارات، وان شاء الله نلقاو معناها نادي الرصفاقسي اللي قدم معناها اللي قدم المردود الممتاز. وقت اللي تلقى فرق معناها تلعب لك البلوك با وتغلق لك المنافذ نلقاو مشاكل، ما علينا ان نلقاو الحل، ما علينا نزيدوا نخدموا. انا قلت لك انا فما برشا حاجات حبينا نستغلوا تريف كوم الفو مالوريزمون، لكن اليوم ما لازمش نهبطوا يدينا. اونكور اون فوا معناها ريزولتا ماهيش معناها ما تفرحش، لكن انا قلت لك الدوزيام بلاس باش تلعب حتى اخر جورني، يلزمنا نقعدوا ديما متشابكين بالامل نتاعنا وبقدره ربي باش نحط الاوبجيكتيف نتاعنا.